نظم الصحفي زياد الهاني إثر الإفراج عنه ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أكد فيها أن إيداعه بالسجن غير قانوني، معتبرا بذلك أن محاكمته باطلة وأنه تقدم بطلب للمحامين لرفع قضية ضد حاكم التحقيق لاحتجازه دون موجب قانوني. أنا الإجراء نتاع الإيداع في السجن منذ البداية هو إجراء غير قانوني، ولا سبب هذا بالذات. وقت اللي طلب مني يعني نقدم نفسي اسمي الرباعي، قلت انا الصحفي الاسير زياد الهاني، وهو اللي دعاني باش نطلب من المحامين انهم يرفعوا قضائيه، دعوه قضائيه ضد حاكم التحقيق بالمكتب العاشر اللي اصدر ضدي بطاقه الايداع بتهمه الاحتجاز، احتجاز شخص دون اي موجب قانوني. من جهتهم قدم مجموعه من الصحفيين للنقابه مسانده لزياد الهاني، وقد اعتبروا في هذا الإطار أن حرية الإعلام يجب أن يفتكها الصحفيون أنفسهم، وأن الإعلام ليس ملكا لأحزاب سياسية بل هو في خدمة الشعب التونسي. تقريبا تمر سنة على إضراب 17 أكتوبر السنة الفارطة، ويبدو أن خلال السنة هذه لم يتغير شيء في واقع الإعلام التونسي، بالعكس نتصور اللي واقع الإعلام التونسي ازداد سوءا. كنا قبل يمكن الصحفيين يواجهوا مجرد تهديدات ولا مجرد ثلب وتسميتهم بشكل كبير إعلام العار، اليوم نلاحظوا اللي تطورت موجة العنف ضد الإعلاميين ووصلت إلى درجة إلقائهم في السجن بتهم واهية. باش نبينوا للحكومة هذه رانا مانيش باش نسكتوا، راهي الحرية تفتك ما تعطيهاش لا النهضة لا أي حزب آخر، الحرية نتاعنا باش نفكوها نحن اللي شفناهم بعد 14 جام في معاش نجموا نتخلاو عليه. إلى حد الآن ما ثم حتى شيء تغير. مجموعة من الرسائل قاعدين نوصلوا فيها للحكومة والأطراف السياسية الكل اللي حرية الإعلام راهي خط أحمر ما يلزم حد يمسه. أمل كبير من قبل الإعلاميين في إنجاح الإضراب العام المبرمج في قطاع الإعلام، على الحكومة تقوم بلفتة، خاصة وأنها بدأت تفهم أن الإعلام خط أحمر لا يجب تجاوزه.